هي عملية محفوفة بالمخاطر وهو قرار متسرع واتخذ بعيدا عن البرلمان، وتم إخبار البرلمان بعد بدء تنفيذ هذا القرار. هذا الشيء اللي كيجعلنا نحطوا يدينا على قلوبنا، لانه حنا كنعرفوا القرارات ديال تعويم الدرهم هي قرارات اللي مملات من صندوق النقد الدولي، وبالتالي فاكيد غيكون عنده تاثير على الاقتصاد الوطني، وغيكون عنده تاثير مباشر على المواطن. التاثير المباشر على المواطن هو انه غترتفع الاسعار، لانه واخا تيقولوا بانه القيمه ديال الدرهم في السوق هي هذيك، ولكن حنا عارفين بانه فقط المضاربات كيمكن تخلق مشكل بلا انخفاض سعر الدرهم في السوق. المضاربات حنا شفنا كيف شنو اللي وقع في المره السابقه حينما تم الاعلان على رغبه في تعويم الدرهم. هادشي كله غادي يزيد يوقع، واكيد غيكون المتضرر الكبير في هادشي كله هو المواطن. وايضا صندوق المقاصه او ازاله صندوق المقاصه او رفع الدعم على المواد الاساسيه، هذه من الاملاءات ديال صندوق النقد الدولي واللي كانت منذ زمان، واللي بدا في تطبيقها الاستاذ عبد الاله بن كيران، والان الاستاذ العثماني كيكمل ما بداه سلفه عبد الاله بن كيران. مع كامل الاسف هناك العديد من الصناديق اللي كتمشي لجيوب الاغنياء، وحتى شي حد ما كيتكلم عليها. يتم التكلم فقط والحديث فقط على الصندوق المقاصة، لانه يمكن جزء منه كيستافد منه الفقراء. الطريقه باش كيقدموه حنا ما متفقينش معها نهائيا، الطريقه باش كيديروها حنا ما متفقينش معها نهائيا، لكن الواقع انه الاغلبيه تفرض شروطها وتمرر، الا انه يجب التنبيه على انه كل هذه الاجراءات لا محاله سيكون لها انعكاس على المواطن، وستزيد في تاجيج الاحتجاجات، ولا قدر الله قد تخلق بعض الكوارث على بلدنا التي نحن في غنى عنها. هذا في الحقيقه هذا نحن نستغرب له، ولكن من واحد الناحيه اللهم تجاهلها ولا تطحن الناس بالعصا. فتجاهل الحكومه للاحتجاجات شيء مستغرب، من حيث ويتم التعامل معه بالطريقه ديال الاطفائي، يعني حينما تشتعل النار فيسرع لكي يطفئ هذه النار، لكنه لا يقوم ببعض الاجراءات التي تجعلنا نتفادى مثل هذه الاحتجاجات، ولا تجعلنا نتخذ اجراءات جذريه وعميقه لتحل مشكل هذه الاحتجاجات وتحول دون قيام احتجاجات اخرى.